بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت، وياكم حسين السعد. قبل ما نبدا تمريننا احتاج ان تسخنون اجسامكم. التسخين راح يكون عباره عن دقيقتين على الراور، دقيقتين على السكي، و400 متر ركض. راح نعيد هذا التسخين لمده جولتين. ليش نحتاج ان احنا نسخن قبل ما نبدا التمرين؟ التسخين راح يساعدنا ان الدم والاكسجين يوصل لكل العضلات، كذلك العضلات تكون اكثر مرونه، ما تكون متيبسه وبارده، فممكن انها تسبب لنا اصابه. كذلك بعد التسخين ممكن اني اسوي بعض الاطالات، بعض الاسترتشات عشان اضمن اني حركت مدى حركي كامل للعضله، فما يحوشني اي شد عضلي او تمزق او اصابه لا سمح الله. بعد ما نخلص تسخين راح نبدا بتمريننا في هذه الحلقه. تمريننا في هذه الحلقه راح يكون عباره عن بارت A وبارت B. بارت A راح يكون فيه تمرين تقويات. طبعا احنا دائما في برنامجنا يكون عندنا بارت A عباره عن اما نتعلم بعض المهارات لتمارين الكروسفيت، او يكون عندنا تكنيك للعبه الويت ليفتنج، او ان احنا ناخذ تقويات. ليش نحتاج التقويات كلاعبين كروسفيت؟ علشان يصير عندنا القوه العضليه اللي تساعدنا في اداء التمارين الكبيره والثقيله. فلما تشوفون لاعبين الكروسفيت مثلا بدون ذكر اسماء لاعبين معينين، يكون عندهم مثلا عضلات صدر قويه، عضلات كتف قويه، عضلات ظهر قويه، كذلك عضلات الارجل تكون عندهم قويه. فلعبه الكروسفيت هي مبنيه على انك تتمرن تمرين ما تكون حاسب حسابه. مثلا ما عندنا تمرين محدد، مثل لما نقول الرياضيين اللي يلعبون جري 200 متر، فهو عارف ان المنافسه مالته 200 متر جري، فالعضلات اللي راح يستخدمها هي نفسها، زوايا العضلات هي نفسها. لكن لاعب الكروسفيت ممكن يكون تمرينك سباحه، بعدين ركض، بعدين بوكس جم، بعدين ليفتنج، فتمرينك متنوع. عشان كذي لازم يكون عندك القوه العضليه الكافيه، فلازم كلاعب كروسفيت يكون جزء من تمارينك تمارين التقويات. اذا بارت A بالنسبه لحلقتنا اليوم راح يكون عباره عن ديد ليفت وبنش بريس. راح نلعب في وزن 75%، 6 عدات، 4 جولات. راح نبدا وياكم اول شيء تمرين الديد ليفت. التعليمات اللي بذكرك فيها قبل ما تبدا تمرين الديد ليفت: اول شيء وقوفك للبار يكون تقريبا ملامس للبار، القدم تكون موازيه للكتف. بعدين، والخطا اللي اشوف اكثر اللاعبين يسوونه، ان القدم تكون مفروده او تقريبا شبه مفروده، ويرفع الوزن يشيله بظهره، لان هم يسمونه تمرين ظهر، ولكن ديد ليفت هو تمرين يحرك مجموعه جدا كبيره من العضلات، وتمارين الارجل تكون عضله مساعده بشكل جدا كبير في هذا التمرين، فاحتاج اني استخدم عضله الرجل او عضله الفخذ، فاحاول اني انزل بالقدم تحت، صدري يكون الى اعلى، ايدي تكون موازيه لكتفي، اسحب الوزن واطلع الى اعلى، يعني مثل ما انتم شايفين فقط القدم هي اللي تتحرك. وهذا يضمن لي ان انا العب باحسن تكنيك وارفع اعلى اوزان بدون ما تحوشني اي اصابه. فجدولنا اليوم راح يكون عباره عن 4 جولات، 6 عدات، وزن 75%. 75% يعني ايش كثر الماكس مالك؟ مثلا انت تلعب طقه واحده او عده واحده 100 كيلو. فراح يكون 75%، لما نضرب 100 ضرب 75% راح يكون 75 كيلو، فراح تحسب من الماكس مالك 75 كيلو وتلعبها. فخلونا نشوف 6 عدات. مثل ما قلنا اول شيء بدايتي تكون صح، صدري يكون الى اعلى، نزولي الى البار، احاول اني ادفع الارض واصعد الى اعلى بدون ما اصعد بالهب مثل ما شرحنا. مثل ما انتم شايفين حتى بالنزول علشان العده الثانيه تكون صحيحه، احاول اني انزل اجفس الرجل او عضله الفخذ وانزل، ودائما طبعا احاول ان اكون قافل ظهري. كذي نكون خلصنا الجزء الاول من تمرين بارت A. ننتقل الى تمرين البنش بريس. تمرين البنش بريس راح نستخدم الدامبل في هذه الحلقه. طبعا في بعض الملاحظات المهمه، اول شيء ناخذ الدامبل نحطه على الفخذ عشان يسهل علينا رفع الدامبل بالاوزان الثقيله. ثاني شيء، لما اكون تحت البار الوزن ما يكون تحت عيني بالضبط، لا يكون تحت صدري بالضبط. بعدين احاول اني ما افتح كتفي وانزل بالطريقه هذه، راح يكون في ضغط كبير على الكتف، لا احاول اني اقلل الضغط من عضله الكتف
وأضغط على عضلة الصدر، فراح أحرك الكتف بالطريقة هذه وراح يكون الكوع تقريباً 45 درجة. ما أكون مسكرة للآخر فراح أستخدم عضلة التراي، ولا أكون فاتحة للآخر فراح أستخدم أو أضغط على عضلة الكتف بشكل كبير. فخلونا نشوف التمرين. راح يكون التمرين 6 عدات في 4 جولات والوزن 75%. وبكذا أعزائي المشاهدين نكون خلصنا بارت A من حلقتنا اليوم. أعزائي المشاهدين، بارت بي بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون تمرين في تركيز على أكثر من عضلة في الجسم، ولكن بشكل جدا كبير راح يكون على عضلة الكور. راح يكون التمرين عبارة عن 4 جولات والتايم كاب 15 دقيقة، يعني لازم أخلص التمرين في أقل من 15 دقيقة. إذا صارت 15 دقيقة وأنت ما خلصت 4 جولات فراح يكون التمرين كافي عليك الجولات اللي وصلتها. التمرين راح يكون عبارة عن أول شيء راح أبدأ فيه ديد ليفت، فراح استخدم وزن 75% ديد ليفت 10 عدات. بعدين انتقل بعد ذلك الى الكاتل بيل سوينج وراح اسويها 15 عده. الكاتل بيل هو من التمارين اللي تركز على مجموعه عضليه كبيره، منها مثلا عضلات الكور، عضلات الجلوتس وعضلات الكتف. فمهم انا اشوف وايد لاعبين مثلا لما يلعب كاتل بيل نشوفه بس يرفع الكاتل بيل بكتفه، لا، الفكرة من تمارين الكروسفيت انك انت تؤدي الحركة في اقل جهد ممكن، فلازم تسويها برذم يكون مناسب حتى انك ما تتعب وتقدر تكمل الاربع جولات في اسرع وقت ممكن. علشان ما اتعب والعب الكاتل بيل صح، الافضل انه اخلي الكاتل بيل تحت جسمي، افتح القدم بالطريقة هذه، بعدين اسوي السوينج، ادز الكاتل بيل بحوضي الى الامام لغاية ما ترتفع إلى أعلى، فأستخدم الطاقة أو القوة اللي موجودة بالكور بشكل كامل مع عضلة الكتف. ما أرفع الكتل بالفوق لغاية ما يتعب كتفي وباجي جسمي مرتاح، فراح أشوف أنه قاعد أتأخر بالتمرين وما أقدر أخلصه في الوقت. فقلنا أول شيء 10 ديد ليفت، بعدين راح نسوي 15 كتل بل، طبعا راح تختار وزن كتل بل يكون مناسب، بعدين راح أسوي 20 دبل أندر. بالنسبة للاعبين الـ RX راح يلعبون دبل أندر. اللاعبين اللي ما يعرفون يسوون دبل أندر، أنا أفضل إنك تحاول إنك تاخذ مثلاً دقيقة ونص تحاول فيها إذا كنت قريب من الدبل أندر. زين، إذا ما عرفت الأفضل إنك مثلاً عشان تتعود وتلعب دبل أندر فلازم تتعود على التايمينج أو التوقيت مالها، فتقدر تمسك الحبل بإيد واحدة ثنتينهم وتحاول إنك تلف الحبل وتسمع طقتين الحبل تحت، وتحاول إنك أنت تنط كل ما طقيت الحبل طقتين تحت أو عدتين تحت بالطريقة هذه، علشان إيدك تتعود إنها تلف الحبل بسرعة. إذا شفتها صعبة وما قدرت وايد بعيد على ما تسوي، فممكن تسوي سنجل أندر أو تنط نطة واحدة. إذا ما تعرف تنط حبل فممكن تسوي جمب جاكس بالطريقة هذه. فراح نسوي 15 عدة، بعدين ننتقل إلى جهاز الراور ونسوي 20 كالوري. فراح تكون 10 ديد ليفت، 15 كاتل بيل سوينج، 20 دبل أندر و25 راور. جهز ساعتك وخلنا نبدأ مع بعض ونشوف التمرين.
نكمل عداتنا ونكمل الأربع جولات، وبكذي خلصنا تمارين لحلقة اليوم. أعزائي المشاهدين، أتمنى عجبتكم تمارين اليوم. تابعونا في حلقات قادمة وتمارين تعجبكم إن شاء الله وتطور أجسامكم بإذن الله.